السلام عليكم خوتي اخواتي المتتبعات ديال قناه سميه القباج، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كيف بقيتو؟ كنتمنى تكونوا احسن، تتمتعوا باحسن صحه وعافيه ان شاء الله. ايوا هذه شحال ما درنا شي فيديو معاكم، وطال الغياب ديالنا والناس راهم كيتسائلوا وحنا على خير وبخير. خرجنا شويه نرتاحوا من التعب ديال الدراسه والخدمه والدار، مشينا نبدلو الجو شويه. خوينا الدار بيضاء، سمعناها دابا ولات هي اللي تحت الدرجه الاولى بهذا الوباء ديال كورونا. والله يشوف من حالنا ويرفع علينا هذا الوباء. مشينا الفيرما ديالنا اللي في بوزنيقه، المدينه الوحيده اللي ما شهدت لحد الان منين بدات هاد كورونا من مارس حتى لدابا حتى شي حاله واحده ديال الحالات ديال هاد الاصابه ديال الوباء. اللهم الا عاد دابا لصقنا حنا فيها، وحنا الله يسرنا ما فينا شيء. جينا الفيرما وما سخينا شيء بهذا الجو الجميل ديالهم مع البحير اللي زوين ديال شاطئ بوزنيقه. والبارح في العشيه الله تنسمعوا في الراديو تيقولوا صافي حتى هو اللي حبسوه، لان الناس منين شدوا تمارا وشواطئ الصخيرات ومحمديه وداكشي وعين الدياب كلشي، عاوتاني الوفود وفضل على بوزنيقه، شاطئ بوزنيقه ناضو حتى هما عاود شدوه لنا خلاونا جالسين صافي. دابا اللي عنده شي لابيسين في الفيرما ديالو ولا داكشي هو كيصطاب. ايوا ان شاء الله غادي نعاون نرجعوا للطرز ديالنا ان شاء الله من بعد ما تسرح لنا الطريق ونمشيو بحالتنا وخلينا نرجعوا بحالنا للدار البيضاء، وحنا معاكم عاوتاني في الطيز. ايوا جينا لهاد الفيرما هادي في صراحة غزاله، فيها ما سخيناش بها بصراحه، الجو ديالها زوين و ايوا كاين دجيجات البقيرات الكريشات و دينا لابيسين ديالنا وجبنا وليداتنا وجلسنا فيها وبغينا نخرجوا ناكلوا، ما كيهضر معنا حد. زعما الحراسه ماشي مشدده فيها، الناس هنا محافظين، كلشي محافظ على مسافه الامان ودايرين الكمامات ديالهم، ما كاين ما عندك منين تخاف صراحه. كلشي داخل سوق راسو، ما كاينش تجمعات، ما كاينش اسواق، ما كاين داكشي خفيف وظريف. ايوا المهم كتشاهدوا معانا ها نتوما، هذه الفيرما ديال العنب، كل عنب فيها 14 قطار كل عنب. غنطلعوا الفوق نصوروا من الفوق شويه بان هادشي كله زوين. كيف ما قلت لكم انا نصور لكم حوض الفيرما مسطح، ها نتوما كي تشوفوا اخواتي هنايا بليصة البقر، الكوارع ديال البقر كلها دي 14 هكتار، كلها كل عنب. هاد العام اللي ميكا ضاعت مع الحجر ما كناش كنجيو ساعة ساعة، ايوا ميكا صافي بالله تسلم، دابا عاد غادي نغطيو عاود. وحنا نيت طارقين ها للبيع، دي 14 هكتار كلها ديال العنب، والعنب ديالها كنجيو في الموسم ديال الفشطة ديال العنب، كنجيو ديما حنا اللوالا موسكا طاليان، داك العنبة الطويلة كتعمر الفم. ايوا ما عليناش، هي دابا هادي كلها عنب، والغلة ديالها كتجيب 120 مليون حتى 160 مليون في العام ديال الغلة ديال العنب، تبارك الله. هي كلها صوبين العنب. هادو شجرات ديال الكرموس، الكرموس ديالو غزال، ناكلو منهم كل نهار تبارك الله، الكرموس ديالو غزال. هو هذا الطبق كله عنب، الشجرة ديال التوت كله عنب، ماشي حتى لهيه، هيا نضرقب هاد الشجرة ديال التوت، شي كله ديالنا 14 قطار قلتلكم. إيوا جينا لهنا نبدلو الجو هنايا وجلسنا شويه، كنا كنمشيو للبحر دابا صافي. اليوم البحر صبح سديناه، والبحر ديالو ديال بوزنيقه غزال بحال اللي قاس في شي مارتين ولا كابونيكو، البحر ديالو زوين الصراحه. اليوم صبحو شادين صافي، واخا عباد الله دايرو لهنايا ساعه باش تسدوه. وبوزنيقه الوحيده اللي ما فيهاش حالات كورونا.
سلامتكم. الجو غزال، الجو غزال. الا بغينا شي حاجه راه حدانا الحوانت، كنخرجوا شويه واحد 4 كيلومتر ولا 3 كيلومتر كنصيبوا الحوانت الشوايه، ما علينا الشوا والدجاج واللحم والحوت. تبارك الله كبرت هاد بوزنيقه المدينه ديالها، ولكن كتطيق وكاينه طريق من هاد الجهه ديال بن سليمان، كلشي قريب فيها. بصراحه غزاله والله، ما ساخي امشي منها لعود للدار البيضاء ولا بد. الوقت جا عاود ديال الدخول لمدراسي، شو واش كاين شي قرايه ولا والو. هانتوما الشانطه، الطوموبيله دايزه الشانطه. سلامتكم. بصافي والله ما سخيا نمشي منها، هو لا بد خصنا نمشيو. كيف ما قلت لكم القرايه جات، عاود نرجعو للخدمه والطريق ديالنا، وعاوتاني معاكم عن الناس اللي كانوا باغيين، الناس اللي باغيين الطريز. وعندي شحال تساؤلات وانا معاكم، غير صبروا معانا، راه حنا جينا نفوجو شويش وما عندنا فين نمشيو. يا جوال الفيرما ديالنا كاينه هادي هنا في 14 قطار وطالقينها للبيع، وكاينين جوج بن سليمان، وحده فيها 5 وحده فيها 8، حتى هما ديال العنب بن سليمان. وحده فيها العنب، وحده حيدنا لها العنب، راه باقي عرفت فيها حيه دابا وصافي، طالقينهم للبيع النيت، كلشي للبيع. ايوا واش غادي نديرو؟ لان هنا جبنا لابيسي لوليداتنا يعوموا حدانا، دوزو العطله ديالهم، وجينا غير شهير هادي باش حبست دابا القناه، باش حبسنا هادشي ديال هاد اليوتيوب. انا كشويه الريزو قليل، واخا الانترنت كاينه وداكشي، ولكن الريزو كيعبي كلشي، تيخدم لا التلفازه ولا قليل الريزو كيجي ويمشي. هي الدخلة ديال الدار، هذاك عاود البلاصة هداك كبيشات تمايا، هادي جهة أخرى الدخلة ديال الدار، هادي هانتوما كي كتشوفو. ديت هاد الفيديو باش تشاركونا تحتوما، عرفونا أنا ما ساليت شي بالطرزان، هادي غنرجع الطرز ديالي. والناس لي كيتسائلو راني غنرجعو إن شاء الله، غنديرو فيديوهات لكلشي اللي باغي شي سؤال ولا شي حاجة، أنا معاهم، انا معكم كاملين ان شاء الله. البحر هو هذاك اللي سيتبان من لهيه، داك كله بحر ديال بوزناقه، ومن هاد الجهه الصخيرات. يا رب سلامتكم. جاو هنا نفوجو شويش، خرجنا من الدار البيضاء، ودابا الدار البيضاء هاد الشيء مسدود، هاد الجهه مسدوده، بعدا باقي جهتنا باقي شويه مرحومه، ما زعما ما شادين هالشي. يصوب الله، الله يرفع علينا هاد الوباء خلاص، والله يرحم الناس اللي مشاو مساكن بالله السلام، هم سابقون حنا لاحقون ان شاء الله بهم. الله يرحمهم، الله يوسع عليهم، الله يخلي القبور المساكن اللي ماتوا بهاد الوباء. دابا ولا هاد الوباء كيدي كبير وصغير، مبقى شي غير الناس الكبار وصافي. شي ما عرفو لو ساحل، ربي يصوب. يالله خليكم على خير، وما سخنا شي، وان شاء الله غادي نرجعو ان شاء الله. حنا عاوتاني الطريز ديالنا، الطريز ديال سومية القباج، آلة الكمبيوتر، ونديرو الماكينة الأخرى تاهي نعاود نديرو عليها فيديوهات، داك في لينوفيز دي 4000 دي. الناس اللي كانوا كيصوروني عليهم ما كيعرفوناش، هما دابا نديرو عليها دروس ان شاء الله. ايوا ما تنساوناش من لايك، والناس الجدد اللي عاد غادي يدخلوا للقناه يديروا لنا ابوني ومرحبا بهم، ويديروا لنا جيم باش تعمل فائده والقناه ديالنا تنجح بفضلكم. يلا الى الملتقي ان شاء الله، والى الطرز والورديناتور ان شاء الله عما قريب. حنا علينا نمشيو بحالنا، ها نشوف هاد القرايه واش كاينه ولا ما كاينش شي منها.
والله يصوب الجميع واللي في قلبه شي حاجه الله يعطيها له، الله يحقق لكم الامنيات ديالكم. يلا مع السلامه. تبارك الله دير شي ما فيها ثلاثه ديال البياك، ثلاثه الشطوات في ثلاثه ديال البياك، هي فيها كل عين. يلا مع السلامه. ما تنساوناش من ابوني ومجيم. يلا باي باي خوتي اخواتي، اللي بغى هاد الفيلم يتصل بهاد النمره ديال التليفون 06-61-31-13-15 بوزوبع، هو مولاها وعارضها للبيع، راه فيها 14 القطار كل عين في جماعة الشراط وقريب البحر.